تقاليد راسخة أرستها مدارس السامبا عبر العالم، وفي احتفالها بمرور 100 يوم على إيجاد هذا النوع من الرقص الجميل، نتابع بداية تقرير حول السامبا، حول راقص للسامبا، ثم نعود إلى هذه المدرسة. التقاء فئات المجتمع في رقصات وتمايلات على أنغام بلون طبيعة البرازيل الساحرة يعني شيئا واحدا لا غير، إنه وقت السامبا. يحتفل العالم هذا العام بمرور قرن من الزمان على تلك الرقصة الشقية المفرحة، ولكن قليلا منا يدرك التاريخ الإنساني العريق لتلك الرقصة. السامبا رقصة برازيلية أفريقية ولدت أولى خطواتها في بايا. كانت السامبا إحدى الوسائل التي استخدمها العبيد للاحتفال بانتهاء يومهم الشاق والتعبير عن حبهم للحياة وصمودهم في وجه الظلم. يجتمع الجميع في دائرة ليحتفلوا بالراقصين في وسطها حتى يأتي دور الراقص التالي، فيقوم بدعوته من خلال حركة الأمبيغادا التي تؤدى بالبطن. تعتبر السامبا الموسيقى الرسمية في البرازيل، ولكنها أكثر من موسيقى وألحان فقط. السامبا ثقافة وأسلوب حياة يربط بين فئات المجتمع ويوحدها، خاصة الفئة الفقيرة. لم تقتصر السامبا على البرازيل والعالم اللاتيني فحسب، بل امتد عبيرها لجميع أنحاء العالم، أمريكا، أوروبا، الشرق الأوسط وحتى اليابان. السامبا رسالة حب وصمود لفئة رفضت الظلم، ليس بسلاح يزرع الموت، بل برقصات تحتفل بالحياة. كفاية كلام كبير بقى، ويلا بينا نرقص. كانت إذن هذه اللقطة أو مقطع من موسيقى السامبا التي يتم تدريبها هنا في منطقة ألكسندريا بالقرب من العاصمة الأمريكية واشنطن. ومعي الآن المدربة القائمة على هذه المدرسة، معنا ألينا شاربوفا، وسوف نسألها بضعة أسئلة. First of all, 100 years after 100 سنة بعد بدء هذه اللقطة الرائعة، هذه الرقصة الرائعة، ألا تظني أن هذه أصبحت رقصة شعبية في كل مكان؟ أنا متأكدة، كانت أصيلة من أفريقيا وكانت في ترقص في الشوارع وأصبحت أكثر شعبية في البرازيل، والآن قرر الناس أن يرقصوا السامبا من كل الخلفيات، جلبوها لأمريكا وها هنا السامبا أصبحت شعبية. بالنسبة للجميع، للأثرياء، للفقراء، أم لمن؟ هل هي مثل الديمقراطية في الفن؟ نعم، هكذا الأمر، ويمكنني القول أنها رقصة للجميع. إذا ما أنت كنت مبتدئ أو كنت راقصا محترف أو ترقص بنفسك أو تريد أن ترقص مع شريك، لا يعني فقير أو غني، يمكن سهل التعلم وهي فيها الكثير من الاستمتاع وتجعلك تشعر بالحيوية وبالنشاط وبالطاقة وتبعث في نفسك البهجة. وهذا هو السر، السعادة في الكرنفالات. الناس يبتسمون ولا أحد هذا صحيح. غاضب عندما ترقص، حتى لو لا لديك بعض المشاكل، كثير من الناس هم لديهم جدول حافل في العمل ولديهم مشاكل في حياتهم، وعندما يحضرون هنا ويبدأون بالرقص يشعرون بالاستراحة ويتخلصون من التوتر ويقومون بربط صداقات ويشعرون بالسعادة وبطاقة أكبر. وأعتقد أنه جميل أن يرقص المرء، وليس فقط السامبا تعطيك فرصة في أن تشعر بالسعادة. هل يمكن أن تشرحي لي الحركات الرئيسية لهذه الرقصة؟ حسناً، أهم شيء بالنسبة لحركة السامبا هي أن تستخدم الأرجل وتتأرجح،
وأن تتبع هذه الحركة ونفس بنفس العدد الزوجي. خاصة في البرازيل عليك أن تحرك الوركين، ولكن يبدو الأمر كأنه أكثر سرعة وليس سهل القيام بتلك الحركة. لنحاول سوية مع هؤلاء الأطفال، اتبعونني. يبدو وكأن الأطفال يشعرون بالارتياح بهذا النوع من الرقص. أتأمل ذلك، يشعرون بالسعادة. نعمل الكثير مع الأطفال، وفي البداية يكون صعب عليهم، في بعض الأحيان يمكنهم أن يستسلموا وهي صعبة ومتشعبة، ولكن عندما يصلون إلى نقطة تعلم بعض الأنماط في التحرك ولديهم تناغم أكثر مع الشركاء يشعرون بالراحة. ماذا عن المدرسة هنا؟ ما هي اسم المدرسة؟ My Dance. هذه المدرسة أصبحت شهيرة الآن والناس بدأوا يعلمون عنها، أليس كذلك؟ نحن نادي جديد للسامبا، وفي أمريكا الناس لديهم عضوية، وأعمل مع الأطفال أكثر من الكبار، ولكنني أعمل مع الكبار في نفس الوقت. مرت علينا 3 سنوات منذ أن فتحنا هذا النادي، ونحن نادي شاب وأصبحنا نتمتع بشعبية. هنا في واشنطن ترين أن هل هناك شباب أكثر أم كبار سن مهتمين؟ لماذا؟ أعتقد أن الحياة هنا ليست سهلة، والجميع في حاجة إلى طريقة للتخلص من التوتر، وهي طريقة جيدة في الاسترخاء. لذلك ترى الكثير من الناس يأتون هنا. هل يمكن أن تشرحي لي قصة شخصية من أوروبا والولايات المتحدة وأنت تعلمين لديك خبرة في هذا الموضوع؟ إن جدتي كانت راقصة البالي محترفة، كانت دائما تريد أو ترغب في أن أكون راقصة، وتقول قضت معظم حياتها وهي ترقص. ثم التحقت، أخذتني إلى مدرسة البالي، وليست هذه هوايتي المفضلة، وأعتقد أن غيرت ذوقي. وجئت هنا وقمت بفتح هذا المكان والاستوديو، وأردت أن أعلم الناس وأطلب السامبا، ونحن نلاقي الكثير من المنافسة ونحاول عرض ما لدينا. هذا أمر رائع. سأقول شيء إلى مشاهدي، وأنت سننهي هذه اللقطة بالموسيقى أخرى.